السلام عليكم ورحمة الله يا الاخوة السادة الكرام من قناة صهيب. واضح لكم بعنوان المقطع ايش السالفة. راح اتحكم في صهيب من اول ما تنحط عينك على هذا المقطع الى نهاية. الشيء اللي بقول له يسويه يسويه، والشيء اللي اقول له ما يسويه ما يسويه. بعطيكم مثال. صهيب اسمح لك تطلع بس شوي، تعال هنا بس شوي بس شوي. هلو ذا، يلا توكل توكل. ممنوع عليه يرفض لي اي كلمه، ممنوع عليه يقول لا، اي شيء اقوله راح يسويه من البدايه الى النهايه، تسمع؟ ولكن التحدي كالاتي: في حال ان هذا المقطع وصل 150 الف لايك راح اسمح له يتحكم فيني بقناته. فلا توصلون الله يرحم امكم، ما ابغى يطلع حركه فيني الا بتوصلوا عند كيف. جاهز؟ جاهز. تفضل. أيوة. ومن اللحظه هذه ايش اقوله بتسوي؟ تكلم. قول لي عندي 10 كلمات. طيب الله يرضى عليكم يا جماعه، انزلوا الان اضغطوا على اللايك واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، والله يرضى عليكم ب 24 ساعه او 48 ساعه او اكثر ما بدكم. اسبوع عادي 150 وصلت. والله احمد تعال جاي من دانو اسحب اتحكم فيه. ما بعرف ايش مجهز لي، ما بعرف ايش الاشياء اللي حطيتها بمخه، لكن بحاول انا بس العب بالكلمات. قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التحدي كلات صد صهيب. نبدا بالعميل عندك يا صهيب. من اللحظه هذه لنهايه المقطع التحدي هو انك تختم لعبه ماينكرافت وتحارب التنين وتذبحه، لكن انا اتحكم فيك. واضح 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 واضح. كل شيء مسموح لك، تبدا من الان الا اذا منعتك انا من شيء. تفضل ابدا. حلو. بالبدايه كالمعتاد نجمع لنا شويه خشب ونروح نجيب لنا طعام. بدي فود، والله لازم اضبط حالي من فوق. جمع يلا جمع جمع، انا اسمع لك تجمع. والله انك قليل الادب. بسرعه. اسمع اسمع، ترى والله صعب اني اجمع خشب. والله صعب. انا اوريك. ما ادري والله. بعطيك تجمع، بعطيك تجمع لما اتفرج انا على الايتم شو، على المنيو اللي عندي. ما شاء الله تبارك الله. ايش عندي؟ ولا يموت عنده مبسوط. اسكت اسكت اسكت. خليني بس اجيب طعام لانه الدنيا ليل والوحوش راح تيجي، وفي ارن قلم يفزعك. صح صح صح، في ارن قلم يفزعك. تعال تعال امسك، اشرب هذا بوشن يعطيك قوه. بسرعه اشرب اشرب. بويسن اشرب. بويسن اشرب. بويسن نفذ. يلا جمع طعام. لا بويسن جمع طعام. يا ربي جمع. يلا جمع. يعني موجود ليل وكمان بويسن، اثنين بواحد. هاي لا والله كثير. والله يا صهيب صعب عليك الفوز. والله لو تفوز انك رجال. والله والله اي والله لو تفوز انك رجال. تعطيني شيء؟ اي بعطيك شيء، بعطيك مكافأة على كل شيء. يلا هذه اول مكافأة. يلا امزح ما في. كمل يلا كمل 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 كمل. والله العظيم والله تحدي فهد. خلاص خليني اسوي لها هل ما فيها سيف اذبح الايرون جولم. بس مجهز لك مجهز لك تحديات ترى، صدق بتستانس يعني. انا ما راح اظلمك، في اشياء حلوه جايتك. المعلوميه يا جماعه الخير، انا مجهز اشياء ومتكلم مع مصممين، ففي تحديات مجهزها مع مصممين والله يا جماعه انها اسطوريه وممتعه مره. ولكن يا صهيب ما راح يجيك اي تحدي بكل سهوله. في حال اني حسيت اني مروق بعطيك واحد من التحديات. انت العب وبتشوف. العب العب وبتشوف. ايش ايش عامل؟ طيب العب وبتشوف. اوكي حمست الصراحه، حسيت حالي راح يعني في 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 محتوى. الحمد لله يا رب في محتوى خارق مش محتوى طبيعي. تعال موت يا جماعه. اخيرا. طيب بعدين. لا 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 احمد العب 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 العب. ايش دخل القريه؟ واكل القريه مسكينه. والله مسكينه القريه يا احمد. يا الله يا الله. طيب 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 اوكي اوكي. والله حرام. دامك تبغى اكل بعطيك تحدي حق اكل. هبي جبت اكل خلص. اها طيب. اعطيني ايش في كمان؟ جلس. لا 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 احمد هدي. روق 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 هدي. طيب صهيب الحقي امر الان. امر نفذ 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 الحقي. ماشي وراك والله وراك. امشي معي. لا 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 تخاف تخاف، وراك خليك تطب الله. تعال. اي الحمد لله الحمد لله. تعال ادخل داخل. بسرعة ادخل داخل هنا. جوا تأتي؟ نعم ادخل. طيب بعدين طيب انا بلعب معك لعبة صهيب، والله ما اظلمك، بلعب معك حجر ورقم يقص وبتجاوب صدق. إذا فزت أنا راح أفجر، إذا فزت أنت أبعطيك تحدي. أوكي. من مرة واحدة حجر ورقم يقص. وقص. احلف. أوكي أوكي جبت. ايش؟ التحدي الأول صهيب، في حال عديتها ما راح تشيل هم الأكل والتنقل في الماب. بسم الله يبدأ التحدي الأول بعد ثلاثة. أيوه. اثنين. واو اوكي الان التحدي كالاتي يا صهيب، عندك جناح ولازم تطير. أيوة. بالحلقات هذه اذا عديت العشر حلقات وطرت فيها راح تاخذ جائزه. ابدا الان. اوكي بسم الله. تعرف انه لعبه الطيران. اوكي ما عديت الان. واحد شوف 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 شوف. اوكي طير سيده. لا لا تلف يمين يسار، لا تلف يمين يسار، لا تلف يمين يسار، لا تلف يمين يسار. ايش اعمل؟ احمد يلا خلاص سامحتك سامحتك ارجع. اوكي بعرف ليه بتكلم. لا اتحرك اي واحد ورا بعض. ثلاثه شوف.
ثلاثة ورا بعض. يلا ادخل الاخير. يلا ادخل الاخير. سموني صهيب، عندي رخصة الطيران. رخصة. الله يلعن شكلك يا تنب. اخر واحد. لا 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 لا. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب صهيب، ربحت الان معنا حاجة. جناح. جناح. او ليذر وينجز. وشوف الجناح ايش يعطيك. طير. على كل اذا ذبحت البقر بالجناح هذا وانت لابس الجناح راح ينزل لك الاكل مشوي وجاهز. يا سلام، هذه اول مساعده. اي ما عليك، ممكن اخليك ترميها ترى على كيف يعني. ايه بطير 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 وبنزل البقر. والله رهيبه، والله رهيبه. ايه في اشياء كثير غير هاي. اي والله في اشياء والله جامده مره. يلا كمل 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 كمل. ايش اجمع اجمع فود؟ كيف تتصرف؟ لا تصرف الان. عندك مهمه تروح للتنين. اول شيء لازم اجمع لنا فود المعتاد، بعدين اروح على الارن جولم اذبحه عشان يجيب لي باكيت، وبعدين نروح على اللافا. اجمع لنا لافا ونروح على النذر، نجيب لنا حركات مركات. بما انه معي سيف الايرون حاليا ومعي اسلحه الطيران، بقدر اروح ادور على القلعه براحتي. ايش؟ لا 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 لا، انا اشم ريحه لك الطف اللابا. لا يا رب لا 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 ايش تعوي. ها احمد لا لا كمل، قاعد اجهز حاجه انا هنا بس عندي. طيب انا في حاجه عندي، تعال. ما ادري وش، بس تعال ادخل بالحفره هذه. لا اله الا الله. ها ممنوع تبري بلوكات. بسم الله، وش يسوي هذا؟ يمه تصرف يا صايب، تصرف تصرف تصرف. ما اقدر اذبح، مستحيل، ما عندي دروع يا ولد. مشكلتك، ابى اساعدك. ابى اساعدك، امسك هذا لك وبو واحد بس. ابى اسهم. ضربني ضربني ضربني، والله ضربني. بهرب 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 بهرب. يخرب بيته، تعرف انه هذا اقوى زعيم حاليا موجود باللعبه؟ داري داري، تقدر تتركه. طيب اسمع، تبي اسوي لك تحدي بس لازم تذبحه. اذا ذبحته سويت لك تحدي. حبيب والله الزمن، اذبح الزمن، شفت ايش بيعمل فيني؟ طيب ابعد وبعطيك سلاح تواجهه. له براحت يا ولد، مش شايف والله، ما شايف. انت ما تشوف شيء، انا اشوف كل شيء ترى. ما شايف ايش سوى ده. اما انا اشوف كل شيء. ايوه طيب ابعد عنه، ابعد عنه، تعال. وين انا؟ ورا، انا وراك، انا وراك وراك. الله يقطع مسكك والبقر. نزلهم. اوه كانه قاعد يجي. اي والله قاعد يجي المجنون، قاعد يجي. اهرب اهرب اهرب، يخرب بيتك. اهرب ابعد ابعد ابعد، خليك سيده. ايه ايه التحدي اللي بعده، التحدي اللي بعده. طيب التحدي اللي بعده يا صهيب، جاهز؟ جاهز. التحدي اللي بيجيك راح تستخدم فيه سلاح تقدر تذبح فيه الوادرن هذا. حلو حلو. جاك يا صهيب، بس عندك 3 ثواني، ما عليك اهرب. الان بيجيك التحدي، اذا نجحت فيه راح تقدر تذبحه بعدين، بس صار لك التحدي الان. اذبح الشخص اللي قدامك، معاك ارمر، اذبحه. ذبحته راح تحصل على حاجه والله مره جامده، والله مره جامده. يلا احمد. ها انت بتبعدني من الزعيم بتجيبني احسن. ما عليك ما عليك، هذا ايزي، هذا ايزي يا صهيب، روح. طيب هذا زعيم جديد اول مره بشوفه الصراحه. العب. ايوه شوف. لا والله مدمج، فكرته ما يدمج. والله لازم موت يا معف. موت يعني زعيم عادي. طالع لك هيله، ترى ايزي، ترى ايزي. ايزي صهيب. ايزي. ايوه ايزي يا صهيب. ايزي. نحن في عندي دروع افضل. اي نعم والله انه ايزي، والله والله ايزي صهيب والله. انا ثابت مكاني، شوف شوف شوف، انا ثابت مكاني. لا 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 لا، بكر الله يوفقك. بكر وينك؟ كيف مت؟ رجعت رجعت رجع فل. يرجع هيله فل، يرجع هيله فل ترى. اصبر اصبر، خليني اذبح هاي البقره. هاي بكره اعطيني طعام. ايوه طيب صهيب، عندي مفاجاه لك، ركز معي. ايش مفاجاه؟ اذا صار هيله واحد عندي مفاجاه لك يا اخي. والله منظر حلو ومنظر هيك فخم، بس انه بموت سريع، ما يدمج. تبغى يدمج انت يعني؟ ابلع ابلع. ايوه طيب كيف الظلام معك صهيب؟ كيف الظلام معك؟ ظلام؟ ايه يمه. لا 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 لا. الحمد لله يا رب العالمين. معك السيف يا صهيب. اجاني السيف. معك السيف اللي تقدر من خلاله تذبح الوادرن. الوادرن قدامك تشوفه؟ شايفه. ولا ظلام؟ شايفه. طيب راح اساعدك مساعدة واحدة، امسك. ها. امسك هذه. ثواني. وشو؟ عشان تقول احمد. احمد ساعدني. إيه؟ خذ نذر بوتس بعد، يلا ها. يا سلام. اسمع، شو السلاح هذا اللي اجاني؟ اجاني السيف. ضغطت كليك يمين، طير اسلحة، طير السيوف كثير، شوف. اللعوب. يا سلام عليك. حلوة، كمل عليه. ايه صهيب وينه وينه؟ ابلع يا ساتر. يا سلام يا سلام، هذا الكلام. انا وراه له الكلب بالدمج قاعد. ايه نعم قاعد يدمج. خذ خذ خذ، ايوه
شوفي 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 السلامة. بيموت 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 بيموت. طار طار طيرته والله والله يا عمر. ايه جاي جاي ركض جاي ركض جاي ركض. بس واحدة سلام عليكم اهرب منه. ربيت والله هي الفل. خليني اجرب اضربه انا هيك بالسيف. لا لا رب يا ساتر ثلاث قلوب خلاني. في حال انه ذبحك راح يروح منك السيف علمتك. اوكي هذا السيف والله المهم يضلوا معي. تعرف ليش؟ شايف التنين؟ السلام عليكم على السلامة. مات مات اخيرا. تعال صهيب ما قصرت جاك لود جامد انبسطت والله يا اني فرحان. يا سلام طيب ارمي دروعك يلا حبيبي. جيب صدقت عمرك ارمي دروعك خلاص. تبغى السيف؟ أبعطيك تحدي الآن إذا ما سويته سيف بأخذ منك. عندك تايمر دقيقة من الآن تروح لي فيها للنذر. إذا ما رحت نذر خلال دقيقة راح يروح منك. بدأت الدقيقة الآن. تايمر قدام بجوالي. تمسح صح؟ صرف حبيبي يا عمري أنت. صرف ما عندي بكت بكت راحت على المونتاج. تصرف استوى استوى في قرية ثانية في قرية ثانية في قرية ثانية. شوف شوف يا ساتر يا ساتر تفجيرات وراي. وين أنا بقلم؟ أيوة شوف شوف تعال. والله شوف يعني أنا آسف لكن بحتاج إني أذبحك. شوف أيوة قد هذه مني إن استطعت. باقي 40 ثانية. أيوة امه 35 ثانية تقريبا. محمد ها ركز معي. اها والله انا ما اتوقع راح اسويها والله. زيد لي تايمر. انت كريم ابى ازيدك 30 ثانية زيادة يلا. واو واو شايفني انا دريم حبيبي. يبديك صهيب والله ما اقدر انا حمار بسرعة البوابة. سهلة سهلة يا صهيب سهلة. انا اللي بعرفه انه يعني لازم اروح منطقة ثانية زي هذه. يا رب يا البوت ما تعرف تسوي بوابة بسرعة. ما اعرف ما اعرف. الله يقطع ابليسك. شو ما تعرف انت حارق ماينكرافت يا البوت. ارمي 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 وقف وقف. انت انت الوقت وقف. انت 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 الوقت. ارمي جناحك يلا ارمي جناحك. كيف ارمي جناحك انت ارمي جناحك انو ارمي ارمي في النار يحرق امه. يلا ما في جناح. في مرحلة والله انها اسطورية بس ما ودي احسك ما تستاهل. ليش؟ والله استاهل انا. صهيب ابى اخليك تستمتع بماينكرافت زيادة. قسما بالله ان اول مرة اشوف الشيء هذا اللي بعطيك اياه الان ولكن خرافي. المرحلة القادمة يا صهيب اللي مطلوب منك ايوه تلعب واحدة من الالعاب اللي انا وياك دائما نلعبها. ابى اخليك تعيش كل الالعاب اللي انا نزلتها بقناة او اغلب الالعاب. أوكي. المرحلة الجاية اذا فزت فيها بتربح جائزة. الجائزة بتعرفها اذا فزت فيها. جاهز تلعبها؟ جاهز والله. المرحلة القادمة ركز معي صهيب. المكان اللي عندك الان هو عبارة عن ماب امونج اس ومخلوقات امونج اس فيه. عندك ترى امبوستر لازم انك تذبحهم. بيبدا التايمر. عندك تايمر دقيقتين. انطلق من الان ذبحهم بسرعه. والله رهيب الماب. هي الاجتماع هذا الاجتماع وفي الغرف بعد موجوده وترى شخصيتك موجوده. ها موجوده تذكر حيب. عندك دقيقتين ابدا ذبح. موت 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 الاول وينزل لك ياب ينزل لك الجثه حقته تقدر تاكل. يلا يلا بقرب لك. هنا في واحد ركان عندي هنا. ركان ابيض وينه؟ هنا ركان. مرحبا السلام عليكم ركان. ما يقدر يلمسني. ما بدك تطلع صهيب؟ حبيبي ليش ليش؟ حبيبي محشور. ليش تكسر؟ ليش تكسر؟ لا انزل 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 ما سمحت. ما تكسر. انا اتعب وانت تكسر. امسك. بسم الله السلام عليكم. لا لا هذا انا انا يا هلا والله والله ما اذبحه اخر واحد اخليه. مرة قوي والله ما عندي ما عندي. اوكي يلا عطني عطني عشان ما قصرت معاك. يلا ايوه يا سلام درج. لازم اكل واروح على البنفسجي. البنفسجي وراك. ميف هلا والله بميف. والله لا اذبحك برام هنا. لا الدين لا الدين الدين خلاص والله خلاص. باقي لك ستة استعجل باقي لك ستة. يلا 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 سريع 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 ستة. ايه هذه تحت الزبالة صح؟ ما من كبل الزبالة اللي بعده. وين اللي بعده اللي بعده؟ ايش الغرفة هاي؟ اوه كهرباء والله رهيب. تصميم مرة رهيب. مد دفنت؟ نعم والله بنت. قصخش السلام عليكم. قصخ تشبع بس دخل داخل شي يصير. ايش يصير اروح على مكان ثاني؟ اه والله. اوه لقيتك احمد. الله يعصب بطنك انا اوريك. مات ذبحتك. انت الاحمر صح؟ لا انا الازرق. ازرق اوه هذا انا هنا. ممنوع تذبح الازرق. ليش؟ اذبح الاخضر بس اخلص. اخضر هذا رحوم رحوم والله اسف رحوم. خلي الازرق يدمج كريم ما يبقى لك قلب واحد يلا. بعدين ايش رايك اجيب الاثنين عند بعض الاصفر والازرق؟ يا الحمار يا صايب والله انك حمار. ادعي ادعي الغبي. مدحت باقي الاصفر اخر واحد الان اخر شخصيه شخصيتك. هذا ايش الكمات؟ لا الادمن 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 هذه ولك طاوله الادمن هون الدوله. اي البطاقه ليه؟ لا الكاميرا في كاميرا هنا. اه ليت نفسي ليت نفسي محشور انا محشور. اذبحه ونقول لك مبروك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب مبروك. ايوه ايش بتربح معانا وايش جائزتك يا صهيب؟ اعطاني كوره بوكيمون امونج اس بت. حلو ارمها هنا. شوف ارمها. يا هلا والله هذا بت يساعدك عند اي شخص يجي قدامك. اذا جاك زومبي يهجم هو معاك.
جرب شوف. أوه. وينزل لك ايتم بعد. أوه. هذا تقدر تستخدمه، تقدر تستخدمه زي التوتم اللي موجود بماينكرافت ولكنه حق امونج اس. اوكي سيفك، سيفك يروح منك لانك مت صهيب، فراح تستمر على فقط الشخص هذا اللي معك. انت مركز انه كل مرحله تاخذ من المرحله، لانك قاعد تموت، قاعد تموت. لو ما مت ما راح اخذ منك. لا ما قلت لك وقفت تدعو، قلت خليه يبقي لك قلب. طيب صهيب لازم تركز بشيء، ترى انت لازم تختم اللعبه، انت قاعد الحين تكمل مهامك. المهامي بعملها بس انت عايش بتخرب علي. بس هذا الاشي بدي اياك تكون متذكره عشان الحلقه الجايه لما اتحكم فيك. والله لا هينك، ارمي البت حقك في اللافا، يلا ارمي باللافا يلا. والله الناس بس هذا حيوان، شايف هذا اللي فوق هذا حيوان. اي خليه ينحرق يلا. يموت حرقا. يلا يموت حرق. شوف كيف يموت، شوف كيف يموت. يموت يموت. هذا امونجس حبيبي سوبر باور. شو ما يموت، يموت ليه ما يموت الكلب ذا؟ الله يقطع شكله مقاوم للموت حبيبي. امونجس امونجس امبوستر هذا. ما يموت الكلب والله مقاوم الا مات. يلا ابلع 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 ابلع. وش اللي رميته؟ قلت البوكمون. اي خلاص ما يجيك واحد بس. ركز معي والله جد، يعني انا قاعد احاول اجمع التنين، كل شيء كل اغراض جمعت طعام، جمعت اللي بكت عشان افتح بوابه واروح على الهذا، وكان عندي جناح كنت اروح على النذر اذبح البليز واجيب اندرمان. ولا طيب ايش رايك اعطيك تحدي؟ لان انت كل شوي قاعد كل غرض بروح من عندي. طيب لو انك تموت يا اخي لا تموت، وما بيروح منك لا تموت، والله ما يروح منك اذا ما مت. وعد ما اسحبها منك الان، بسوي لك تشالنج. التشالنج هذا راح يعطيك ايتم اسطوري يخص واحده من الالعاب، ما بقول اسم، لكن لا تموت. اذا مت فيه بيروح منك، والله يروح منك. اوكي اللي بيجيك منه سلاح وحاجه انت تحبها، صدقني حاجه تحبها دائما تتكلم عنها. دائما تتكلم عنها. ايه والمشاهد يعرفها زين والله. نعم جاهز؟ ما اموت. ايه لا تموت جاهز؟ طيب ايه؟ بدينا. لا ايش هذا؟ اهرب. الدنيا بتمطل عليك الان، اسهم وبرضو فاير بول. اذا مت بتروح كل اغراضك، واذا فزت لك جائزه. في تايمر معليه، استحمل استحمل استحمل. السماء قاعد تمطر. نص المدة راحت، نص المدة راحت، نص المدة راحت. عم بهرب عم بهرب عم بهرب والله، عم بهرب والله والله عم بهرب. بقى شوي يا عمري. طالع ايش جاك الان. الان معك شيء صايب واللي فيه له ميزات، هذا درع اليوتيوب بس تقدر تستخدم فيه خاصيه يوتيوب شيلد. ايه اضغطك كليك يمين. انا قلت لك لا تموت يا صايب، للاسف راح يروح عليك. انا مالي دخل. لا لا جاني جاني. صايب ارجع الدرع، ارمي الدرع. صايب ارمي الدرع الان، ارمي الدرع الان. ما شفت ميزاته يا احمد والله ما شفت. طيب اذبح هذا وارجع لك. يلا لا لا وفك انت، ايش جابك عندي هذا؟ ايش سبسكرايب سبسكرايب. اضحك عليكم، اقوى بالله والله اني اسف والله. معلش مجبور. يلا تعال خذ. مت انت؟ شو مت؟ يلا خذها خذها. ايوه انتبه اذا استخدمتها راح يهجمون عليك. في له ميزات ثانيه تمطر السماء. في زر الان اضغطك لك يسار شوف ايش يصير. اوكي مطر من اللايكات ومطر من الاشتراكات. عم تمطر لايكات واشتراكات. لايك اشتراك لايك اشتراك، يعني كل واحد بيضغط لايك واشتراك عماله بيش عندي على القناه. الحمد لله يا رب. يعني هاد ان شاء الله بذبح تنين فيه، ان شاء الله ما يروح. فهمت كيف الدرع استخدامه؟ استخدمه كحمايه وتستخدمه كذا. فهمت فهمت فهمت. يلا جمع لك لوت، بعطيك 40 ثانيه بدون ما اتحكم فيك. 40 ثانيه بس. اوكي 40 ثانيه. ايه ذبحت سيف، اعطيني واحد بكاك، بعدين اعطيني حجر. طيب حجر هذا والدرع معاي ممتاز. اوكي عندي دروع، لازمني دروع. إيه كيف اجيبها؟ ما عندي طريقه اني اجيب دروع لانه ما في ارن قلم. لا ليش يا ليش يا والله ما بدي اياك، والله ما بدي اياك. لايكات لايكات اذبحوا. باقي 10 ثواني. ايه انا اذبح اهله هذا، انا اسف متابعين، انا اسف. ما مات ربيته. سيف دايموند مكسر. ارمي سيف دايموند. ممنوع ممنوع. كيف ارمي بسرعه؟ اعطيك حاجه بالمقابل. اعطيك حاجه بالمقابل. ايش تي ان تي فجرت اهلي من اليوم متفجر فيه. طيب صهيب هذه بلوكه حظ لا تلمسها. عندك 30 ثانيه، ركز معي زين. ابيك في ال 30 ثانيه هذه تجيب لي ايرون حبه واحده، وهذا الاكس يبتلك. بسرعة الآن 30 ثانية بدت. ايرون حبة واحدة لو تنزل في الأرض تصرف. خلاص حبة ايرون 20 ثانية. حبة ايرون 19 حبة ايرون. الله لا يوفقك. والله إني مطلوب والله حظي. 10 ثواني. 8 7 سلط القاع سلط القاع. انتهى الوقت. وقف بيطلع لي فوق. اطلع لي اطلع لي عندي. وقف بس وقف. طالع هنا. راحت عليك بلوكة الحظ، راحت عليك بلوكة الحظ، اطلع. يا الحمار. اصلا عادي اصلا عادي، انا بعرفك انه هلا حاليا راح تعطيني تحدي صح؟ لا ما في تحدي خلاص الحين ما في تحدي. الحين يا صهيب عندك الان لازم تروح له، تصرف بطريق تصرف بطريق تصرف بطريق. طلعتني فوق ليش طيب؟ تبي تحدي؟ بس ما بتفق معك اتفاق، التحدي الجاي اذا ما سويته او استسلمت منه راح تروح عليك كل اغراضك اللي معك. اوكي موافق. بلمح لك التحدي الجاي، باركور ولكن مو اي باركور.
باركور متخفي عناية. أنا قاعد أقول له لا تعطيني حاجة سهلة، عطني حاجة حاجة حاجة. أحمد أعطيك معلومة عني بماينكرافت. إيش؟ أنا أكثر إشي أكره باللعب الباركور، والله كره العمى أكره الباركور. بس موافق على التحدي، والله موافق، والله يا إني موافق. يلا بدي التحدي. اسمع إشي إشي واحد، عطني طعام آكل. يقول لك ما بدي لقيت. لا ارمي الطعام. ارمي بدون. يلا بدون طعام. بس كذا بدون طعام. تلعب التحدي بدون طعام. ماشي يلا. وين ودينا؟ ببدأ الآن. بسم الله. التحدي زي ما هو ظاهر أمامك، أنت تحت والنقطة اللي فوق هي نقطة الفوز. هذا باركور متحرك، لازم توصل فوق وعندك الليفلات طالعة فوقك بالشاشة باللون الذهبي. ابدأ يا صهيب، هذا هو المهم. تتحرك. نعم تتحرك. باركور متحرك مو بأي باركور. اي والله صعب، والله قاعد اشوف قدامي فوق هذه المرحلة. يوهو الله يعينك والله. يلا ابدأ. شوف الصملة، شوف الصمت، شوف الصمت. يا عمري يا عمري. أيوة. صهيب الحركة. إيه؟ يا عمري حلوة. هذا الجيك بوينت الأول. يلا ليتس جو. هذا الباركور العادي لسه في المتحرك، باقي في المتسلق. عند المتحرك في المتسلق. هذا ولا شيء والله، والله هذا ولا شيء. أيوة. والله هذا ولا شيء والله يا صهيب. يا رب يا رب. ايوه ايوه يا عمري تشيك بوينت. ترى بحرك تقول القم. والله والله بحرك والله. لا انا القم، انا القم والله، انا القم، انا القم. ما تعرفني قاعد بتحرك بتحرك بدون ما اشوف كيف يعني. ما تسالني. في سلالم هون. هاي سلالم سهله. ايه لعبتي، لعبتي الصراحه. ايوه لعبتي ممتاز. احمد كسرت. لا لا ما كسرت. لا لا احمد ترى قلنا باركور بس. اي باركور كمل. احمد والله بشكل الغرفة. يلا لا يلا اركب اركب. ترى 150 ألف لايك. اركب اركب. وراح ايش؟ شي يجي. ما راح يجي شيء. يفتح الكويت. والله يا جماعة والله لا ارفع ضغط المقطع الجاي. يلا يلا يلا. والله لا ارفع ضغطك بس الله يرضى عليكم. ساعدوني. يصير كل واحد حاليا بشوف المقطع وصل دقيقة هاي. انزل اتأكد انك حاطط لايك. اتحكم فيه الحلقة الجاي. وفرجي العماية اللي عملها فيه. يا الله احمد والله سلام صعبة. يلا ها يلا حطيت. ايوه الحمد لله. ايوه ايوه امشي بشوي شوي. اشم ريحة نذالة والله. لا لا ايش دعوة. اشم ما سويت ولا شيء. يا كلب ما سويت ولا شيء ولا شيء. ما سويت ولا شيء. تأكد. نعم هذا وانا ما سويت ولا شيء. ما انت قادر تعدي. يا الله يا صهيب البوت. اقول لك باركور مستفز وانت قاعد بتخرب علي وانا اصلا باركور حمار فيه. والله توقعت مستوى افضل الصراحة يعني. لا باركور مستواي سيء. سيء جدا. كيف والله عملت تشيك بوينت والله. ايوه هذه 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 ايش هذه ايش هذه ايش عندك ايوه. اصبر يا مستعجل. بسم الله. ايوه بسم الله. يا رب اكفيني يا رب. انصرنا يا رب يا رب. انصرنا يا رب يا رب. انا وين؟ انا ضعت. احمد احمد دخل والله دخل. ايوه اسمع احمد طيب ركز معي. هذه الصعبه اللي بعدها سهل والله. هذه هذه اللي انا اتحداك فيها. ها عمري ها حلوه ها. لا والله عذاب والله يا عذاب والله عذاب والله عذاب والله. ايوه اللي بعده اخر واحده اخر واحده. لا لا يا احمد احمد تكفى. احمد طلبتك طالبك 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 عليك. يلا النهاية يا أحمد كانت أحمد النهاية. هذه من ضمن التحدي. حد حد طح طح بدون ما ترميني. تشاهد بدون ما ترمي أنا بطيح. مركز يا صايب متوتر. إذا حطك تحت الضغط إذا حطك تحت الضغط. هاي توتر والله توتر توتر. اتحداك تجيبها ويجيك ايتم جدا جميل. ما تستسلم من التحدي لحاله. لا تستسلم بس تحدي وجم. لا تستسلم. هذا تحدي وفي هذا تعمل بونص. لا تستسلم يا صهيب. لا تستسلم لا تستسلم يا صهيب. خليك مثابر. هذا احفظوا لك. ما لي صهيب ايزي. لا تستسلم لا تستسلم يا صهيب. انت تستطيع انا معك. يلا بخليك بخليك خلاص بخليك خلاص. والله ايه بسم الله بسم الله. توكلنا على الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. خاف من عنا كلكم يا معفن المحبوب. ايه كفات دورات ركات ركات ركات. يا الكلب يا الكلب. يا سبعه عادي عادي. الحمد لله ما عملت تشيك بوينت عليها. لا احمد تعمل رجع لي لك يا معفن. احمد رجع. لا احمد لا احمد ما يرجع. وبعدين تصرف على الدنيا. ما في تصرف والله. هذه ما فيها تصرف. هاي يلا ايش صار؟ الحمد لله يا رب.
احمد والله والله هذا احلى طور والله هذا احلى طور تعبت نفسيا ليش لا تتعب اسمع الحياه من جهه تضرب كف بالباركور هذا وانت ايش تضربني بف كف بالوارد هذا بالرمح ما لي قربت شفت الكف اللي اعطتني اياه قربت والله خلاص شوف والله وصلت هذه الجولد ما انا عارف انه وصلت الجولد وينها ايوه وصلت الجولد بس انه يعني المفروض انا وصلتها من زمان بس احمد القحطاني بيخرب علي يلا شوف ايش ذاك شوف الاكس اللي معاك انبسط ايوه رينبو سماش هذا اكس فورتنايت جربه يا صايب وشوف كيف قديش يستاهل جربه واو والله مره جامد واو هذا انا عارف الفأس جرب ايوه اكس قاعد تسوي تضربني اكس تحت شوف تقولي ما يستاهل حاجة صح طيب تعال شوف ايش لقيت هنا في فول دايموند لقيت والله ايه دايموند الارض مليان دايموند بس يمكن اكسره انا ما ادري يمكن اكسره وينه يمكن راح الدايموند لا روح طير انت المعفن يا رب ايش اخذت دايموند كم حبه ثلاث حبات بس قليل والله السلام عليكم انا وين مش شايف نفسي احمد ويني انا دايموند وينه اي زياده طلع لي حبتين بس لا في كمان 13 حبه الحمد لله والارمر ظبطت وضعي دايموند زياده وينه انت حاطط لي اياه شكرا يا احمد يلا خذها شكرا شوف ديم شوف مبسوط صح مبسوط شفته ايه مبسوط انا حسيت والله حسيت انك تروح تكسر علي طيب صهيب ركز معي زين بالكلام اللي بقوله الان ولا تراددني ونفذ بسرعه اسمعني ارمي الدايموند اللي عندك كله ما عدا الدروع رميت ممتاز ابى اسوي لك تحدي بس ابغاك تسوي لي شيء قبلها ابغاك تجيب لي ستاك دايموند بدقيقه واحده واذا جبت لي اياه راح اوديك تحدي اي شيء تبيه راح تاخذه كانك جيم مود حلو يلا بدا الان التايمر ها ستاك كامل انا فوق حاس شغله بالبيكاكس لما ارميه بكسر الدايموند بجيبه محبه ولكن اذا كسرته بالبيكاكس نفسه بيعطيني كفورتش هذا الاشي لازم استغله ممتاز 50 ثانية يلا 50 ثانية احمد انت قاعد تعطيني وقت جدا صغيرة ما تعطيني وقت كويس نجمع فيه شايفني انا جيم مود عشان ايوه مجموعة طيبة كم اعطاك كم معك اي والله مرتين ايش اعمل بحياتي انا ارحمه ولا ما ارحمه احمد ها ايوه محمد قلت اللي بدك استاك ها كم باقي والله يا صهيب يلا ما في مشكله كمل يلا دقيقه باقي لك 10 ثواني والله عشانك مسكين وتضبطني بامونك حبيبي غصب عنك ما يستاك يعني انت ما تستحي على وجهي سبع حبات كمان يعني ما تستحي يعني انت ما تستحي خذ يلا يعني غصب عني صح؟ يلا بودينا على التحدي اللي بعد طيب انا بوديك على التحدي على قد كلمتي بس صهيب عندك 30 ثانية تبي اللي تبغاها بس 30 ثانية 30 ثانية؟ ابذل الشيء اللي تبيها الان وراح يجيك بس 30 ثانية من الان 1 2 3 وشو هذا؟ 1 2 3 1 2 3 هذا ممنوع ما اصلا مصدر هذه مصدر يا حمار مصدر شغلته؟ ما تجيك يا حمار يا سلام انا بنيت بوابه انا بنيت شو اي صهيب انا قصدي ايتم مو بوابه انت لا اي شيء ابني جيبه لي طيب قاعد تسير خربت ام السلسله انا باقي ما خلصت طيب يلا ورجعني وجيب لي ايوه والله جات والله هي والله والله هذا راح لعند الحمد لله طيب ارمي كل دروعك يلا كيف؟ يلا بوري كيف تبحثني يلا بوري الحين صدق كيف تبحثني ايش واحد ممكن يساعدني تمام؟ ايش؟ ان اول ايش عمل؟ مطر لايكات اشتراكات مساعدات المتابعين اوكي مساعدات المتابعين يا رب بالله بدي منك ايش واحد تشيك لي ايه هل ايش؟ هل الاندرمان بيجونك؟ ايوه بيجونك لا الابراش انفجرت في بعضها انفجر يا رب لايكات اشتراكات الحمد لله نزل صايب اعطيك مساعدة واحدة خذ يا ساتر بس وقف ممنوع وقف يا كلب وقف ممنوع عبد الله ايش ممنوع استخدم الخاصية هذه يا حيوان بتفوز بسرعة كذا لا ايش ممنوع ليش بس كيفي كيفي اكسب لك تلعب هذه يلا اكسرها غيرت رايي يلا كمل يا كلب كمل اوريك معفن والله انك معفن والله ورب الكعبة معفن انا اوريك
اوكي اوكي جوك 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 سبسكرايبر. انا شفت العيد انا شفت العيد جوك سبسكرايبر. انا والله شفت العيد. واحد اثنين ثلاثة. ابى اخليك تستخدم خاصيتك بس بالمقابل يا صهيب في حاجه لازم. طيب خلاص اتفلت امها. اخر موت لك. ممنوع انك تموت والله لو مت مشكلتك. ها لا ما تلعب والله. كيف يا نتع ليش تطلع؟ والله ما العب. ممنوع تدخل بوابة وممنوع تدخل بوابة يا حبيبي. يا حبيبي مت 20 مرة مت 20 مرة كل شيء قاعد تموت وانا اسحبك تليتها. وش ذا المفروض انك تموت خلاص يا اخي. مقطع نهايته صح؟ انهي براحتي صح؟ لا انا بعد انهي. تدري شلون؟ المقطع انتهى مع السلامة.